السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ سامي السلساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ كريم. رحب الله بكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، غفر الله لنا ولكم وجميع المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السلساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة القناة، قناة الندى الفضائية. أخونا يسأل ويقول: أدرس في الجامعة ونجحت ببعض المواد بالغش، هل هذا سيجعل المال الذي سأجنيه من العمل بشهادتي الجامعية حراما؟ ويقول الحجة أنه كان يعني يفعل الغش علما أن التدريس سيء جدا ولم أغش إلا بسبب قلة علم المدرسين وسوء مناهجهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم صرح سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، صلى الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصير دموه. نقول للسائل الكريم: دع عنك العلل والأوزار، أو بمعنى أدق، كثير من الناس اليوم يتعلل بأن المدرس لا يدرس في الجامعة أو غيره. الكتاب بين يديك، بإمكانك أن تحفظه، بإمكانك أن تفهم، بإمكانك أن تصوم، لكن لا تبرر المعصية بعدم قيام الآخرين بدورهم. ما صنعته محرم شرعا، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من غشنا فليس منا. والغش في تربية الأولاد، في كمدرس كطالب كغيره، في كافة حياة المسلمين منهي عنه محرم شرعا. ولو أردت أن أسترسل معه الحلقة لا تكفي وتحتاج إلى حلقات أخرى كثيرة، فأقول للحبيب أو للسائل الكريم: ما وقعت فيه محرم شرعا في هذه المواد بالتأكيد، استغفر وتوب إلى ربك وتسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما فيما يتعلق الآن، هل أنت تؤدي لهذا أم أنك شبيه بمن سبقك؟ إن كنت شبيه بمن سبقك فاعلم أن مالك حرام. أما إن كنت تستطيع أن توصل المعلومة ويفهمها الطالب وتصل بطريق سلس الوساة يعني، وتتقي الله فيهم، فعملك طيب ومالك حلال. مع ارتكاب مخالفة استغفر وتوب والله غفار. وهذا الكلام ينطبق على الكثيرين شيخي كريم، إلا من رحم ربنا عز وجل، يعني قليل من يحرم الغش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. ازيك يا أستاذ أحمد؟ السلام عليكم أستاذ أحمد. الحمد لله، أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل. سلامنا العم الشيخ سامي السلساوي. والله الله يحفظك من كل مكروه وسوء. الله يكرمك. أنا كان ليا بنتي شغالة في دار أيتام عم الشيخ سامي، فاشتغلت في دار أيتام فترة كده، فسابت الدار يعني لمدة كذا شهر كده، فلو زمايلها اتصلوا بيها الوقت عليك مرتب شهري هنا عندنا، يعني يكون مرتب شهر تاني كده عندنا يعني. فاشتغلت يجي 7-8 شهور في الدار، بس بعد ما سابت الدار قالوا تعالي انت ليكي شهر عندنا، مرتب شهر عندنا. طب انا بسال حضرتك سؤالا، ابنة حضرتك ربنا يحفظك ويحفظها، كان ليها فعلا شهر ولا ده مكافأة ولا ايه؟ هو ما نعرفش بقى مكافأة، هو نزل مع المرتبات، نزل مع المرتب حضرتك. طيب شيخنا يجيبك. حاضر حاضر، ربنا يحفظك. سؤال تاني يا عم الشيخ. اتفضل. سؤال تاني يا عم الشيخ. نعم. برضه ان شاء الله يعني حكم من امتى ومن ثلاثة تقاتل الوجيه والجماعة، يعني ناس طيبة، ناس جدا يعني طيبة جدا جدا، وبتتقاتل في الشارع كده حضرتك، ده حكم الدين فيها ايه؟ طيب حاضر. سؤال تاني برضه حضرتك. يعني كان في الشيخ قبل حضرتك دلوقتي كان بيقول مثلا ان ربنا بينجي كل من من النار، كل من كان في قلبه ذره من ايمان او ذره من كذا، حتى لا يعني اي مثقال ذرات من خردل من ايمان بين الناس اللي عملت تقتل، هل تطلع برضه لو كان عنده عمل خير مره خير ونازلين تقتل في الناس كده، هل هذا ينفع؟ طيب
حاضر ماشي يا باشا. وبرضه معلش راي الدين برضه يعني ربنا بيقول في القران وان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا لا تبغي حتى تدعي لامر الله. فين رجال الدين في الوتيره ما زي ما يظنوش ان يعني الحاجات دي كده بقى. طيب حاضر ماشي. الان عرفت حضرتك ما قلتلهمش اسمك ليه فامان الله. وعليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل. ممكن اسال شويه اسئله بعد اذنك؟ نعم اتفضل. هل يعني القاء المراه مثلا على رجال السلام دي يجوز؟ القاء المراه المراه مثلا على رجال السلام بدون مصافحه؟ او على الشباب بدون مصافحه؟ يعني غير السلام بالايد يعني؟ طيب حاضر. نعم. السؤال الثاني في حديث كده قال وحش خطيب على المنبر من وحش الشخص. حاضر. وهل اعياد الميلاد تجوز؟ اعياد الميلاد؟ وهل انت عدي مثلا ابن ايديه يوم عيد ميلاده ولا لا؟ حاضر. تمام؟ طيب حاضر. وبالنسبه للميت مثلا واحد من اهل الميت وهم عاملين اسطوانة هو لازم عشان ياخد العزاء يكون وارث معاهم في اسطوانة، هل كده هو مشارك معاهم في الكتاب ولا لا؟ حاضر. الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. سلام والله للشيخ سامي ربنا يصلح حالك يا رب وحالنا يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب امين. والله يا شيخ شيخ احمد يعني انا اخويا كنت انا استفسرت بيك قبل كده وقلت لك على لما مراته انضربت بالعربيه وكده وهو دلوقتي في شده جامده وعمال يعيط من امبارح والمفروض ان هو يروح بكره ان شاء الله يتزوج عليه بقاله ثلاث ايام. الراجل اللي هو صاحب السيارة؟ اللي هو صاحب السيارة كان جه واتفق معاه وخلاص وكده واخويا خلاص وعمل له الورق وراح عشان خاطر يقدمه له وبكره ان شاء الله نعيشها المفروض ان اخويا يروح عشان خاطر يتنزل له وكده فمن امبارح وهو النهارده عمال يتصل بيه ما بيردش عليه وحالته وحشة يعني بيقول يعني مثلا هو كده دمها راح ولا ايه فانا قلت لله الامر. الله يعلم من الشهداء ويرحمها ويغفر لها. تفضلي. في سؤال ثاني يا استاذ احمد. نعم تفضلي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. في واحد شغال في شركه وابنه شغال معاه في نفس الشركه. فالواحد ده جاب مروحه للجامع فابنه قال له انا عايز مروحه كمان احطها للجامع. بس هو هيتخصم على ايه؟ حاضر. في سؤال ثاني. في معلش يعني في شيخ في اسكندريه عندنا هنا يعني هم بيقولوا مقام يعني اسمه نبي دانيال هل بيقولوا ده نبي ده مات قبل في مكان عندنا في اسكندريه نبي دانيال في اسكندريه. طيب ده نبي هو في نبي بعد سيدنا محمد؟ مش عارفه والله يا استاذ احمد يعني فانا انا انا يعني مش عارف. حاضر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الانبياء والمرسلين. هو ختم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام. فانا مش مصدقه بس انا مش عايز اتكلم الا اشيل ذنب ولا حاجه. عليه الصلاه والسلام. حاضر. معلش زوج عايز يتكلم مع حضرتك الله يخليك. اتفضل. استاذنا. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل. الله يخليك استاذ احمد. نعم تفضل. زوجي الحاج اللي كان بيكلمك. ايوه نعم اتفضل. انا في الشغل بتكلم عن الشيخ ابو اسحاق الله يبارك له في زميل شتم عليه شتيمه وحشه لا حول ولا قوه وانا ما عرفتش ارد عليه وبعدين بيتريق على انا ما برضو ما عنديش فكره جرحه لا تحف وبتاع اللي هي في الطهاره يعني وانا ما عرفتش ارد عليه وبيكلمه كلام مش كويس انا مش عارف يعني صح مش عارف يعني بيكلم ايه في الطهاره يعني بيقول ايه يعني هم بصوا السلام لما بيقول لك ما لا تحفوا او مش عارف ايه كده عن الرسول قال يعني اوصف كده في الطهاره يعني فهو اتريق عليا وعلى الكلام ده اتريق يعني قعد يتريق وضحك علشان ايه الحديث انا مش عارف ايه يعني ايه الحديث ما انا عشان ابقى فاهم ايه اللي هو انا يعني اما كان في بنت في الطاهره استاذ احمد مش بيقولوا بيقولوا ما تحفش منها او في الطهاره لا طهارة الوضوء يعني لا الغسل الختان 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 ايوه الختان طيب حاضر ايوه الختان طيب خلاص طيب طيب هو يبدو يبدو ان الاخ يعني هو هذا الله هل الحاجه دي موجوده ولا لا؟ طيب حاضر الشيخ ابو اسحاق اتطهر ربنا عز وجل بقى يعامله بما يستحقه فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم يعني الشيخ يجيبه بعد كده نبقى يعني ناخد الصلاة يا شباب ان شاء الله. ابنتي كانت تعمل في دار ايتام وتركت العمل واتصلوا عليها قالوا لها لك راتب شهر، فما حكم هذا شيخي الكريم؟ نقول للسائل الكريم ما دامت الجهة التي كانت تعمل بها هي التي اتصلت بها فربما عقدوا لها هذا مكافأة، فبارك الله في الجميع. نعم شيخي الكريم، الناس اللي بتتقتل في الشوارع كما يقول حكمهم ايه يا شيخي؟ لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال سيد الأولين والآخرين: القصاص قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. بغير الثلاثة الدماء كلها للمسلمين واحدة. وقال: لا يزال في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. ولو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل رجل مسلم لأكبهم الله جميعا في النار. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فالذي يقتل إنسانا بغير واحد من الثلاثة التي أشار النبي إليها فليبشر بأن قاتله هذا في جهنم والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا النفس المتعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة وعيد لا تجدوها في القرآن كاملة إلا في قتل النفس المتعمد، القتل العمدي مؤمنا بغير حق. هاي بالضبط. نعم. الحق اللي هو إيه؟ بيان النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. واحد أتد. غير الثلاثة دول ولا يقتلهم إلا الحاكم أو الحاكم ولا الأمر. يجوز للإنسان أن يأخذ من نفسه. نعم. حتى وإن كان قصاصا. ولذلك كان الوعيد شديدا في القرآن. نعم. الكريم. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض. وما اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. أخونا أيضا جزا الله خير يسأل عن حكم هؤلاء: من كان في قلبه منهم مثقال ذرة من إيمان فهل هو إن شاء الله تعالى سيدخل؟ ألا يأتي القاتل يوم القيامة المقتول يمسك برأسه أو بيده تشخب أوداجه، يعني بتنزف دماء، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. والآية واضحة: ما دام قتله بواحد من غير الثلاثة التي بينتها سنة النبي، الآية تنطبق عليه. نعم. إلا هو في أمر الله تبارك وتعالى. نعم. دور العلماء والمشايخ وإن طائف يعني حول الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني هو لعل الأخ يسأل، وطبعا أنا جزا الله خلاقا للمسلمين للبلاد آمين يا رب العالمين والعباد، هل هناك دور للعلماء والمشايخ شيخ كريم؟ دور العلماء يتوقف هؤلاء وهؤلاء. دور العلماء يا سيدي أن يبينوا. نعم. لكن المشكلة الآن من يسمع للعلماء؟ أنت السائل الأخير من يسخر من الشيخ أبو إسحاق؟ هذا الجبل يعني الأشم، أسأل الله حفظه الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يشفيه وأن يعافيه وأن يعز خيرا للإسلام والمسلمين. آمين. في يعني ما شاء الله أحسن وأن يزكي نبي وسلفنا الصالح والصحبة. نعم. الطيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حفظه الله. اللهم أمين يا رب. هذا حقيقة لا نجامل أحدا، لكن يعني إذا كان العلماء يا حبيبي لا يسمع له، فإذا قام الشيخ ناصحا أي هذا الفريق إن ارتاح لقوله أحبه ومشى وراءه، وإن لم يرتاح لكلامه ولا يخدم هواه وأغراضه للأسف الشديد يصبه ويشتمه ويطعنه في عرضه. نسأل الله العفو والمعافاة. دور العلماء ليس حتى تحقن الدماء، لكن للأسف كل فريق أو كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. صلى الله الهداية. أمين يا رب. لنا جميعا إلقاء السلام أو إلقاء المرأة على الرجال السلام دون المصافحة حكمه يا شيخنا؟ لا يجوز غلقا. نعم، غلقا لباب الفتنة يا سيدي الكريم. فالقلوب اليوم مرضى، المرأة تمر على الرجال صغارا أقول السلام عليكم ورحمة الله، لا تأمن من في قلبه مرض من هؤلاء. هي مثلا هناك جار مدرسة تلقي السلام. لا تلقي السلام إلا على النساء. لا تلقي السلام، وهذا غلقا لباب الفتنة. هناك تفصيل لبعض أهل العلم: إن كانت المرأة مسنة أو كبيرة في السن وتلقي السلام على كبار السن قالوا لا بأس ولا حرج، وإن كانت تأمن الفتنة أنا أغلق الباب جميلا تماما من باب سد الذرائع. نعم تمام. لكن لو ألقت وأمنت الفتنة، ما قلت هذا التفصيل تمام. لكن ما يطمئن قلبي. نعم. إليه وأسأل عنه أمام ما. هل هناك حديث بهذا المعنى: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه يوم القيامة؟ هذا من كلام الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ليس هذا حديث. نوسع على أولادنا في كل وقت وفي كل حين. نعم. والرجل الذي يسعى على أولاده سبحان الله حتى اللقمة التي يضعها في في امرأته فإن له بها أجر وثواب عند الله، لكن ليه خصصوها بيوم عاشوراء يعني شمال؟ هذا كلام غير صحيح. كلام
لا وفعلى كمان على السوشيال ميديا الايام دي تلاقي نجد هذه الاحاديث وهذه الموضوعات كثيرا يعني منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي سواء بقى الفيسبوك رضي الله عنه وارضاه والمحدث العلامة تويتر وعمك واتس والشيخ الامور جوجل والكلام ده كله كم كبير لا اصل له. نعم. وانا يعني اهيب باخواننا واخواتنا لا تنشروا شيئا الا ان تراجعوا اهل العلم فيه. جزاك الله خيرا. حكم اعياد وعيد الاسبوعي وهو الجمعة. تمام. ولو عرف الناس هذا العيد اللي بيسموه عيد الميلاد احنا زي ما النبي قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. عيد ميلاد ايه؟ تعالوا عزوني في عام مضى من عمري مليء بالذنوب والاوزار والمعاصي نسال الله العافيه جاي تقول لي الف مبروك وهابي بيرز مش عارف ايه يا عم الله يصلح حالنا وحاله. اقولها انا احمد وغيري من اهل العلم بارك الله في الجنه. تمام. اللهم امين يا رب العالمين. حكم اقامه السرادقات للعزاء ولو صاحب المتوفى او اهل المتوفى موجودون او غيرهم هل يدخلون في يعني في البدعه؟ نعم. لا تجوز شرعا. لو ذكرت اقوال الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه اجمالا لا تجوز هذه الجلسه. العزاء قاصر على تشييع الجنازه، لا يحضرون الجنازه، كانوا على سفر او كانوا خارج المدينه او كانوا خارج المحافظه ورجعوا بعد الجنازه ما اندفنت وخلصت، يذهبوا للبيت. قال الشافعي وغيره حتى إن كانت الجلسة في المسجد لا تجوز، لا تجوز حتى وإن كانت في المسجد لا تجوز. يبقى إيه المشكلة؟ نسأل الله العفو والمعافية. فنحن نقول هذا السرادق كم يكلف الناس؟ آلاف الجنيهات. تصدقوا بها الفقراء والمساكين من الحي، أجمل هدية تبعثون بها ليتكم. أمة الله أخي توفي في حادث. طب معنا اتصال. حاضر. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا ومرحبا. عليك السلام وبركاته. تفضلي. لو سمحت. عليك السلام وبركاته. ايوه انا اسمعكم تفضلي. لو سمحت عايز اسال الشيخ يعني انا ليا بيت باخد منه ايجار قديم 4.5 5 تبعوها. نعم. ده فين البيت ده؟ باب الخلق. يا الله. يعني كل البيت ممكن ما يجمعلكيش 100 جنيه في الشهر. وليه شقه في البيت يعني بروح كل شهرين كل ثلاثه اتفقد امور البيت وكده يعني فلاقيهم يقولوا لي احنا صلحنا البيت وعليكي مبلغ 180 احنا جت الميه وعليكي ميه 103 وانا مش قاعده في البيت يعني انا مش قاعده في الشقه انا ليه شقه في البيت قاعده قافلاها لكن بروح كل كام شهر يعني بشوف احول البيت بس. حد في البيت ده يعني ورث عن ابيه الشقه يعني ابوه مات والجيل الثاني او الاول جه بعد منهم ولا كل المستاجرون الاصليون هم الموجودون؟ لا في طبعا يعني واخد نفس الايجار وبنفس يعني فانا بسال عن حاجتين هل انا ليه ادفع تصليح البيت؟ هل ليه ادفع ميه؟ بالرغم ان انا مش في الشقه بروح كل ثلاث شهور. تمام. حاجة تانية بالنسبة للتصليح بالنسبة للمية يعني بيجي يصلحوا مثلا مواسير في البيت ولا حاجة يقولي لي التصليح 180 جنيه كده يعني بالنسبة للتصليح أي حاجة في البيت وبالنسبة للمية دي حاجة. الحاجة التانية اللي هي ابن يعني مثلا بجيب له حاجات كتير واشيل وكده يعني لكن هو مش متقبلني خالص يعني فين وفين لما ها يبصني يعني يضحك لي كده يعني لكن مع جده ومع عمته ومع أي حد غير كده هون ف يعني انا مش عارفه يعني هو بيعمل مثلا معايا كده ليه؟ انا مثلا يعني انا الحمد لله بصلي وبصوم وعنده قديه ما طلاه سنه وثمان شهور لكن مع جده كويس جدا مع عمته كويس جدا فخايفه مثلا يكون مثلا يعني مش عارفه مثلا يعني تفسير ده ايه مش عارفه الصراحه. انا اسمع دايما العيل على حسب الحنيه. انت بتعامليه ازاي؟ يعني بحبه جدا جدا وبيجيب له حاجات وافضل ادلع فيه واشيل وهشبه يعني جد اقول له بص لنا يا فلان وكده فين وفين لما يجي يبص لكن انا ببص وبحن عليه وبجيب له حاجات كتيره جدا وبقى فرحتي تروحها فيا وانا روحي فيها وكده يعني مش عارف يعني انا مش عارف يعني ايه بالظبط العلاقه بين دي ومش عارف الصراحه. طيب في امان الله. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم. من معنا؟ نعم احمد. اتفضلي يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قطع الاتصال ولقيته. الحمد لله رب العالمين، في نعم الحمد لله. ازيك يا عم الشيخ عامل ايه؟ يا مرحبا، في نعم والله والحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤالين بس. اتفضلي. انا عندي بنتين يعني مبتلين بمرض وكده، يعني ساعات كتير ببقى مخنوقه ومتضايقه وكده، وبعد كده برجع افتكر كلام ربنا ان يعني معلش يا عم الشيخ. ايوه نعم اتفضلي. معلش يعني هم عندهم مرض يعني ربنا يشفيهم منه يا رب يا رب، يتولى لنا واياهم بالرحمه. اتفضلي. فانا يعني عايزه اعرف يعني انا الوقت اللي انا بيجي عليا فيه ببقى مخنوقه فعلا وببقى مش قادره ان انا امثلهم وببقى مخنوقه عشانهم وكده، وبفتكر كلام ربنا يعني ان هو يجازي الصابرين خير وكده يعني. نعم. السؤال الثاني ربنا يحفظك. اتفضلي. السؤال الثاني. وعندي سؤال ثاني لو سمحت يا عم الشيخ. اتفضلي. في ناس مولية بتوع الجمعيات الرسالة والجمعيات الخيرية ديت يعني، فجي وخبط على الباب فأنا قاعدة في الدور الثالث، فأنا ما عرفتش أنزل أو بمعنى أصح كسلت، فأعطيت اللي بيننا صيت ورقة ورميت من فوق، بعد ما رميت يعني أكني برميها للرب، أنا اتضايقت جدا ومتعبنا رميتها وأنا مخنوقة عشان عملت كده، بقول يا ريتني كنت نزلت نزلت ما كانش قادر حاجة، بس والله ما كان في نيتي إن أنا يعني ما كانش في نيتي حاجة وحشة. حاضر ربنا يحفظك. دي فيها حاجه عليا يا شيخ. شيخنا يجيبك. حاضر. الشكر والله. ربنا يحفظك. في امان الله يا اختنا، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، مساله الديه والاخ يبدو ان هو ما هو اخونا متصله، يخشى انه يكون كده يعني دم زوجته يكون هدر او انه يكون راح، لان يبدو ان صاحب الحادث ما بيط يعني قافل تليفونه وما بيردش وكان مواعد باشياء، ويبدو ان هو يعني وكما قالت الأخت الكريمة في اتصالها في تنازل عن قضية، هناك تنازل سيتم غدا. جيد. هو لا يتنازل ولا يمضي على ورقة، والآخر هو الذي سيكون خاف مع الحقوق وليتقي الله تبارك وتعالى. فما صنعه هذا الرجل يعني محرم شرعا، هذا قتل إن كان قتل خطأ. فأقول لصاحب السؤال وصاحب السؤال، لا تمضي على ورقة حتى تأخذ حقك. أعطاك حقك محامي يشتغل الأصلح حنه حالك. نعم. رجل يعمل في شركة وابنه أيضا يعمل في نفس الشركة. الأب كمان. الأب لمن الثواب؟ الثواب للاثنين إن شاء الله. الأب سيأخذ المال إن شاء الله بماله الذي دفعه، والولد بفكره أو بالفكرة التي طرحها وإن كان دبس أبوه فيها، لكن يثاب في الخير في يثاب المرء رغم أنه. نعم. الرجل الذي يتكلم طبعا عن شيخنا وحبيبنا الشيخ أبي إسحاق حفظه الله من كل مكروه وسوء في العمل، صاحبنا المتصل، هو بيعرفش يرد عليه، وربنا يتوب على الكل. هم التطاول على قمم في أهل من أهل العلم الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم، للمفروض يدعو لهم وقبلوا إيديهم، لكن للأسف الشديد صرنا في زمان لا يقدر فيه أهل العلم ولا يقدر فيه كبار السن ولا يحترم فيه هذا ولا ذاك إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. وأنا أقول للمتصل الكريم، هون على نفسك، فمهما صنع هذا وذاك المكان، وإن تنكر لهم أهل الأرض فكفى بتكريم السماء لهم، أقصد تكريم الله تعالى لهم. فالله تعالى ما حب هؤلاء بهذا العلم إلا لحبه لهم. فكثير من الناس والعلم بينهم وأمامهم والكتب كثيرة وملأة، ومع ذلك لا يستطيعون أن يحصلوا ولو سطرا واحدا. نعم. فهذا من علامة حب الله لهؤلاء، فيعني هون عليك بارك الله فيك. أما كونه يسخر، يسخر. نعم. إنما يسخر من سنة النبي، ختان المرأة له أصل في سنة النبي عليه الصلاة. أقول مرة ثانية وثالثة وبإيجاز شديد، ختان المرأة له أصل في سنة النبي. اللي عايز يستوثق من هذا الكلام ارجعوا لكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، الباب بالضبط كده، باب الغزوات والمعارك والغزوات بالتفصيل، غزوة أحد، موجود يدل على أن ختان المرأة سنة تقريرية ثابتة موجودة في عصر النبي. اللي يطلع لك عمة كبيرة قد كده يقول لك لا أصل له، أصل بنات النبي ما كانش مختنات. طب أنت شفتهم يا حبيب قلبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اسمه استخفاف بهدي النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما وده كان موجود متعارف عليه لدى العرب قديما وفي صدر الإسلام، لما كان
يأتي الحرب أو قبل المعركة يخرج من هذا الفريق ابن عبد العز، أمه اسمها أم أنمار، وظيفتها كانت تقوم بختان البنات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج له سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه وأرضاه، فقال سيدنا حمزة بالحرف الواحد، موجود الكلام كما أشرت إلى المصدر، يا سباعة ابن عبد العز ابن أم أنمار مقطعة البذور، وهو الجزء الذي يقع عليه الختان بالنسبة للمرأة، أتحدي الله ورسوله؟ موجود في عصر النبي، رآه بعينه أو سمعه بأذنه وسكت عليه أقره، هل يقر رسول الله خطأ؟ عليه الصلاة والسلام. هل يقر رسول الله ما فيه ضرر بأمته؟ إذن هو سنة تقريرية ثابتة عن النبي. فجمهور أهل العلم ألخص سريعا في قصة ختان المرأة، اختلفوا في الوصف الشرعي، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مكرمة؟ فقط لغير أرض، يعني الذي قال بوجوبه ومن قال أنه سنة الرجل مثل المرأة، ومنهم من قال أنه مكرمة. كل ما هنالك نحن نعرض البنت في سن البلوغ أو ما قبل سن على طبيبة مسلمة، أقول مسلمة تقية تتقي الله، الله يصلح عنه حال. عجبت من أقوام يوقفون سنة النبي في المحاكم ويحاكموا سنة رسول الله، ما أجهلهم وما أجراهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد نعرض على طبيبة مسلمة، طبيبة بتقول هل نعمل استئصال لا تحتاج شيئا، ليس هناك قضية تصار من الأصل. نعم. فدع هذا الجاهل يسخر كما يسخر، وغدا يعلم من يسخر ممن. أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. مرحبا يا أستاذ أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ أحمد. الحمد لله، تفضل حبيبي. لو سمحت كده يا استاذ احمد، انا عندي يعني انا كنت يعني الشاب اللي هو مش ملتزم كده، وربنا رزقني بالصحبه الصالحه يعني كده والتزمت والحمد لله، وبحضر مجالس العلم وبحفظ القران الحمد لله يعني، بس متزوج لي 6 سنين زوجتي، بعد ساعات يعني زوجتي تذكرني بالماضي يعني بتاعي، خارج البيت وتزعل مني وتتنكد يعني كده، فانا كنت عاوز الشغل يعني يقول لها يعني كلمتين يعني كده، وهي هي جالسه بجواري حاليا يعني. فهي بتزعل يعني زي ما انت عارف يعني المراه النكديه يعني في البيت. طيب حاضر، اول على نفسك. حاضر يا استاذ احمد، في امان الله. ماضي يعني. قلت لا، فبعض الاحيان قلت لا في مشاجره يعني كده، فقلت لا انا يعني الله يرحم زمان. طيب فقلت لا انا حرمتك على نفسي، فهل علي كفاره؟ كان نيتك ايه وانت بتقول لها كده؟ كان نيتي التأديب يعني لم يكن طلاقا ولا ظهارا؟ لا 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 لا، ظهار في ان انا أؤدبها يعني. طيب حاضر يا عم احمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. لو سمحت، سورة في القرآن في سورة الفتح بتقول ظنينا بالله ظن السوء، فأنا عن نفسي يعني بصلي والحمد لله كل حاجة ظن السوء، بس بحس إن كل ده يعني مش ربنا مش هيتقدر يعني وكده، و يعني ثلاثة ابتلاء عظيم جدا، المفروض واحدة غير يعني تفرح وكده وتقول إيه وصبرت يعني والحمد لله، بس لا حس مثلا في الابتلاءات دي او الحاجات دي. ظنيتي في حد ظن السوء يا اختنا؟ امال ايه؟ في نفسها. قبل يعني واحنا يعني وكده، فكنت يعني بخفض على اهلي وكده ان هم يجهزوني في حاجات زينة عن اللزوم يعني، فدلوقتي هي مركونه في النيش وفي المطبخ والحاجات دي، فهل انا راكنه دي الحاجات دي هل انا كده انا هتحاسب عليها؟ ولا ممكن مثلا فواشي؟ حاضر، جزاكم الله خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، ربنا يتوب على كل المسلمين. النبي دانيال هل هو نبي؟ وبعدين الأخت تقول الناس تقول أنه نبي أتى بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما حقيقة الأمر؟ هذا الكلام لا أصل له، فلا نبي ولا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر في كتب السنة كلها هذا الاسم، وليس النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم الأنبياء والمرسلين، لم يثبت في كتب السنن قاطبة اسما لأحد الأنبياء إلا بهذا الاسم. بهذا الاسم أبدا صلى الله عليه. يدلون عليه في المكان في أي كتاب، معلوم من الرسل والأنبياء الذين ذكرهم القرآن معروفين، والذين أصحاب السنة معروفين،
جيبوه منين ده بقى؟ لا، كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذاب كان في القريب من عهد النبوة. نعم. وغير نعم. والأسود العنسي وسجاح وغيرها كلهم يعني كذبة في القرن الأول. بالضبط. نعم نعم. نسأل الله عز وجل العافية. إذن لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أمة الله الإيجار 4.5 جنيه وخمسة جنيه، أنا مشفق عليك يا أمة الله، ربنا يكرمك. وأنا ظنيت أنها تسأل هل أنا من حق محق، لكنها ما شاء الله لم تسأل عن هذا كله، إنما سألت عن هل لي أن أدفع في الإصلاح وفي المياه وما شابه ذلك في هذا البيت. شيخي كريم، أقول وأجرنا على الله تبارك وتعالى. قانون الإيجار القديم قانون مخالف للشريعة الإسلامية من رأسه إلى قدمه، ظلم وجور، وكله ظلم وجور. وأنا أقول لأي ساكن، لو اعكس 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 المسألة، لو أنت صاحب الشقة أقسم يقبل ياخد 100 جنيه يعمل بيهم ايه؟ انا بقول للساكن في اي مكان نزاق اقوله ظلم وظلم، وهنسال عنه امامنا. مش بقى القانون شريعه المتعاقدين والكلام الخيبان ده، انا اتكلم عن الناحيه الشرعيه اللي يرضي الله ورسوله. فهؤلاء ظلمه، نسال الله العافيه. نيجي للسؤال بتاع الاخت الكريمه بقى. ادفع في التصليحات لا تدفعي خردله واحده. انت مش عايشه في البيت اصلا. لا تدفعي خردله واحده. هقول لك ادفعي في التصليح الماتور لو انت حضرتك مقيمه على اي اساس. لا تدفعي خردلة واحدة واحدة وكفى بظلمهم لك ظلما. صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يدون ال 50 جنيه في السنة ولا عليك 200 جنيه. ودفع 200 جنيه. نسأل الله العافية. مسألة الابن سنة وثمان أشهر تقريبا يعني غير متقبلها متقبلها ولكن يتقبل الجد والعمة، فهل في ذلك شيء وهل له علاقة بقربها أو بعدها عنها؟ هذا تعفو عنه. نعم. وأمزجة الصغار لا يحكم عليها. صحيح. فربما رأى هذا فارتاح إليه، وربما رأى أباه أو أمه وانقبض وبكى وصرخ، مش جدته. فهؤلاء أدمغتهم وأمزجتهم متفاوتة، ممكن تجيب لهم حاجات وتلاقيه بنهاتر بعيد عنك ولا حاجة. هذا ليس السن الذي نحكم عليه أو نحاسبه رب واتركيه دون ضغط يأتي إليك حبوا إن شاء الله. نعم. هو طفل بالضبط، لا يؤخذ. ما لهاش علاقه بقى انا قريب من الله او بعيد عنه. صلى الله ان يحفظ ابناء المسلمين جميعا وان يحفظه. امين. يتقول على العكس تماما حفيدتي او ابنتي. نعم. ما اصل الصغار دول هم امزجه. صحيح. يعني تلاقيه فجاه بيعيط فجاه بيضحك ومع نفس الشخص وبدون ما حد يعمل له اي حاجه، تلاقيه قاعد بيضحك لوحده نايم بيضحك. طب تلاقيه طول النهار ساكت، ويجي لك بالليل كما نقول على صرخه واحده، تشيلوه تحطوه تنيموه برده على صرخه واحده، بعديها بساعة تلاقيه يضحك وبيلعب. سبحان هو أدرى بحاله. فمن لا 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 نعول ولا ما تلتفتش يعني. لا 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 تلتفت لهذا. أمة الله أسأل الله أن يشفي بنتيها يا رب وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أمين يا رب العالمين. تندم وتعود وتتذكر أجر الصابرين، أسأل الله عز وجل أن يأجرها. فحكم هذا يا شيخنا الكريم، أسأل الله تعالى أن يشفيهما. أسأل الله أمين. تبارك وتعالى أن يثبته أن يثبتك. أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهما بالشفاء العاجل يا ربي. اللهم أمين. أمين. يعني نحن بشر، وأحيانا يضيق نفس صدر أو نفس الإنسان وصدر الإنسان لما أصاب ابنه أو أصاب بنته، بري الأجر عند الله. وإذا ضاق الصدر قليلا استغفري وتوبي. نعم. ولن يضيع أجرك عند الله. يا رب يحفظهم. بارك الله فيك. أصلح لنا وحالك. أمين يا رب. الجمعيات أحيانا بتكون ظروفها لا تسمح بالنزول في طابق علوي، ففعلت ما فعلت وألقت لهم المال، لكنها حزنت على أنها تصرفت لأن هذا المال صدقة وتريد الأجر من الله عز وجل. فهل في ذلك؟ وسأجر بنيتك إن شاء الله. فكثير من أخواتنا وبناتنا يخفن الآن من النزول إلى الشارع في ظل أحداث وظروف. أسأل الله أن يؤمننا وأن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين. فربما يكون سارق وربما يكون وإلى آخره، فماذا تصنع؟ أحيانا تروح حط الفلوس في ورقة أو في مسبوك تروح رميها. هل هذا إقلال من الصدقة وشأنها؟ إطلاقا. أنت فعلت الحذر والحيطة وأجرت إن شاء الله. كان وربنا عفا وبسبب الصحبة الصالحة الحمد لله رب العالمين تأثر بالصحبة الصالحة الحمد لله التزم والقرآن، لكن الزوجة أهدانا الله إياها تذكره بما فات وبما مضى منه أحيانا، فقال لها هذه الكلمة حرمتك على نفسي، وكان يقصد التهديد لا الطلاق ولا الظهار. نعم.
يعني نصيحتي للاخ احمد قبل ما اجاوب على السؤال بقول للزوجه انك ما يصلح حالنا. انا اظن كان داعب يعني. اكيد بالتاكيد. نعم. يعني ومداعبه الزوج لزوجته والعكس مقبول يعني ان شاء الله. نعم. فانا اقول لاختي الكريمه اتمنى ان ينشرح صدرها لما اقول، اتق الله في زوجك ولا تذكريه بالماضي. كلنا اصحاب ذنوب. كلنا. اسال الله ان يعفو عن ذنوبنا. امين يا رب. يعني وان الا يؤاخذنا بذنوبنا والا يفضحنا بعيوبنا. اما قد تاب والتزم واناب ورجع الى الله عينيه على الطاعه، اتق الله حرام عليك، عينيه على الطاعه. فقد يكون الانسان عندما يعني يؤنب ويذكر الماضي قد تكون انت السبب في رده او ردته ورجوعه الى المعصيه وتاخذ الذنب قدام ربنا. لا بالعكس، افرحي لطاعته. خلاص لا تسألي زوجك ماذا كان، انظر إلى زوجك الآن ماذا يفعل. نعم. الآن بيصلي وصحبة طيبة الحمد لله. يعني عندما جاء بعض الصحابة وأعلن إسلامهم هل قال له النبي نسيت ما كنت؟ عندما جاء بعض الصحابة إلى وأعلن إسلامهم هل وقف أحد الصحابة وقال له أنت ناس أنت مين؟ هذا من فهمنا القاصر وخللنا. وبعضهم من كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا والصحابة. ده نحسك نموذج ده بقى سيدنا عمرو. سيدنا عمرو بن العاص لما جاء للنبي ومش من السابقين للإسلام رضي الله عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو ده النبي ده نبي انقل الحوار بإجازة، قال أردت أن أشترط. قالت أشترط ماذا عمرو؟ قال أن يغفر لي ما قد مضى. ليه؟ كم قتل من المسلمين؟ كم حارب النبي؟ كم دبر وخطط وكم وكم وكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبل، يهدم يمحو يغفر ما كان قبله. النقطة الثانية سيدنا وحشي، وأن الحجة الله والحج وتوبة. نعم. سيدنا وحشي سيدنا الذي له في مكان في قلب النبي مكان، النبي لما شافه مبقور البطن ما يعني بطنه مفتوح ومثله بجثته، النبي أقسم لئن مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم أمامك يا عماه، سبعين واحد أعمل فيهم كده. نزل القرآن الكريم تعليم لنا وتربية في شخص النبي، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني لك الحق انك تغضب ولك الحق ان ايه، شوف روعة ها، لفتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ادي واحد. فما جاش بقى كل واحد من الصحابة ده انا حاسكوا الاسماء، ما جاش واحد من اصحاب النبي لفلان من الناس من الصحابة ومش من السابقين كم شرب الخمر وكم زنى وكم قتل وكم، قال له انت ناسي نفسك ولا ايه؟ لا، اخذ بيده واعانه على الحق واعان السيد. اتق الله في زوجك واعينيه على الطاعة واعينيه على الصحبة الجميلة ولا تذكريه بأيام المعاصي والبعد عن الله، فأنت تسألين عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. وحكم هذه الكلمة حرمتك على نفسي من أجل أما قوله قول الرجل حرمتك على نفسي، هذه كناية من كنايات الطلاق، إن قصد الطلاق بها تحسب طلقة، الأولى ترجع الثانية ترجع الثالثة من الشجور. لا يقصد الطلاق كما ذكر السائل الكريم كساكسون ثلاثة أيام، هي ليس فيها كلمة ظاهر لأنه لم يقل لا حرمتك على نفسي كأمي وأختي. نعم جزاك الله خيرا. فعليك كفارة اليمين طعام 10 مساكين. نعم. أو صيام 3 أيام لم يستطع. أمة الله الظانين بالله ظن السوء، هي ربما تتهم نفسها بهذا وتخشى أن لا يقبل الله عز وجل منها عملها الصالح. نعم شيخي. أقول للسائلة هي تقول أنا أفعل الخيرات لكن خايف ربنا ما يبالش منه. أقول للسائلة الكريمة إذا وفق العبد لطاعة فاعلموا أن الله يحبه، فلا يوفق عبدا إلى الطاعة إلا إذا أحبه، وإذا وفق إلى الطاعة مقبولة إن شاء الله. بالتالي احسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي. نعم. يعني ما قلش يا اصل والله انا خايف ربنا لا هيغفر لي، ده انا على يقين هيغفر. من اجل التجهيز المبالغ فيه واشياء لا تستخدم مش عند الاخت الفاضله امه الله فقط، بيوت المسلمين النيش ده اصلا ما بيتفتحش الا يعني ويوضع ويوضع في القائمه. لا ده بعد ما بيموت. والعلم يوزعوه على بعض ورث وحاجات فخمه وغاليه لا والله ولا تستعمل والاف مؤلفه شيخي كريم تدفع في مثل هذا. نعم كان الله في عون الاباء. فهل يكون عليها شيء شيخ كريم؟ أقول يعني نصيحة لبناتنا، يعني ارفقنا بالأباء واتقين الله تبارك وتعالى، وعندما نقوم بالشراء والتجهيز نحضر ما نستعمله. نعم. ثم بعد ذلك نكون بيتنا زي ما احنا عايزين، لكن احنا دايما زي ما قول ايه عايزين نبدأ سواء كان البنات أو الصبيان عايزين نبدأ من حيث ما انتهى الآباء والأمهات للأسف الشديد.
أقول للسيدة الكريمة هو قد جاء إليك وأتي به كريم صديق. يقول أخونا صاحب السؤال صديق حاضر لي صديق يقول لي هل يجوز البراءة من أخ يتعامل بالعلم الروحاني؟ كثرت قوي هذه الكلمة المعالج الروحاني عندنا لبناني دلوقتي في مصر وسوداني وكم واحد مغربي وكله يدعي أنه الشيخ الوحيد الصادق في هذا المجال وقلب الحبيب بقى والرزق وموافقة الأهل على الشريك ويتبع لطريقة صوفية خادم الآيات والصور وهما الاثنان ينقبوا على الأثار بطرقهم، يعني هل يجوز البراءة منهما شيخ كريم؟ كل هذا دجل وشعوذة وافتراء وتضليل للناس، نسأل الله العفو والمعافاة. آمين. فالعبد لا يحتاج وساطة بينه وبين الله، فقد علمني الإسلام إن أردت أن أعرف الخير من الشر والحق من الباطل مثلا علي أن ألجأ إلى في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فلا حاجة لفلان ولا علان، لا روحي ولا غيره، روحاني لا روحاني ولا روحي ولا رجلي ولا ايدي، نسأل الله العفو والمعافاة. كله دجل وشعوذة، كله دجل وشعوذة. نعم. حكاية بقى ان الصور لها خدام والآيات لها خدام والحروف لها خدام، كذب ودجل وشعوذة. لو كان ذلك حقا لأنبأنا به سيد الأولين، ولا أخبرنا به أصحابه الكرام، ولا أخبرنا به علماؤنا العظام رضي الله عنهم أرضاهم. أما علاقتك بهؤلاء، إن كنت ناصحا لهم انصح حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وإلا إن كنت مصاحبا وفقط أنصح اقطع علاقتك، لأن هؤلاء يضروك ولا ينفعوك. نعم، البعد عنهم غنيم. نعم. نعم شيخنا الكريم، ونصيحة للمشاهدين الذين يذهبون إلى هذه القنوات ويستمعون إلى هذه الإعلانات، وربما البنت لم تتزوج بعد، البنت لم تنجب بعد، في تأخير. أنا رأيت واحد يعني لا أستطيع أن أقول لأنه نصاب كبير ودجال رهيب وما أكثرهم، نسأل الله العفو والمعافاة. نعم. ويعني اقرأي ويزوم كلام خيبان، إيه يابا اللي تعمله ده؟ بطل عبط. نسأل الله العفو والمعافاة. صحيح. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف عقيدة المتصل. إذا أنا أصاب علم بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما ليش روح لحد. صحيح. وهذا من سيد الأولين والآخرين، لكن نتيجة ضعفنا وبعدنا عن المنهج. إيه الشيخ ده بركات، أنا ممكن أقول قصة لبعض أخواننا دلوقتي كده، زي المتصال على القناة مش هينقطع الشيخ البركة، أنا مش بركة، أنا أعصى أهل الأرض والله، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يسترنا بستره الجميل، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن هتبص تلاقي إيه قبل الأيادي، هذه إيه يا عمي؟ يا هذه ايه يا ابني؟ لو عرفته من انا مش هذكر اسماء، لقد قطعت صعودي الى الله، يخرب بيتك. ايه نصب الدجل دوت؟ صعود ايه وباب ايه؟ نسال الله العفو. نسال العفو والعافيه، نساله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. من فضلك يا شيخنا الجليل، اذا مكث المرء بعد صلاه الفجر في مسجدي ليصلي صلاه الضحى، هل تحسب له اجر حجه تامه؟ هناك حديث موجود وإن كان فيه قول لأهل العلم من حيث التضعيف، أو مسبحا أو يعني نعم، بكافة ألوان الذكر، ويأخذ الأجر والثواب، وهو حديث معمول به. نعم. 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 جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم يا شيخنا، هل على الزوجة ذنب إذا كان زوجها يرفض النقاب وقال أنا أتحمل هذا الوزر؟ نعم، وهناك ثلاثة أولاد، المهم تلبسي كويس ومش مهم النقاب، لأنه مش فرض ولا سنة ولا أي حاجة، ده كلام الزوج. الزوجة مثلا على مستوى العالم الإسلامي مليار ونص مليار مسلم، مليار ونص مليار مفتي، كله بيفتي، ده حتى غير المسلمين بيفتونا في ديننا دلوقتي، شفت الهنا اللي احنا فيه؟ صلى الله عليه وسلم. الذي يطمئن قلبي إلي أن النقاب فرض على رأي جمهور أهل العلم هو الذي يطمئن قلبي. طيب هي متزوجة الآن وهذا رجل ربما يؤدي إلى الطلاق، أقول للسئلة الكريمة صبرا عليه وتريسي ما دمت تلبسين العباءة الواسعة أو الملحفة أو الدلاء بالله في سجودك، وإن شاء الله ربنا حيدي هدانا الله وإياه. سريعا شيخ كريم، لأن الوقت قد انتهى. يقال إن الناس، جزاك الله خيرا، أحبك في الله سيدنا الله، كان يقال إن الناس سيبعثون يوم القيامة عراة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون على باب الجنة، فكيف لنا أن نمشي هكذا أمامه صلى الله عليه وسلم؟ ومتى سيلبس أهل الجنة هذا يقال في أرض المحشر يبعث الناس حفاة عراة؟ قالت يا رسول الله، ويرى الرجل من المرأة والمرأة من الرجل؟ قال يا عائشة الخطب أكبر من هذا، الرعب اللي موجود في اليوم ده مش هيخلي حد يبص لحد، مش احنا النهارده نسأل الله العفو والمعافاة. ثم لا يبعث الناس إلى الجنة أو إلى جنة النفوس أو القلوب كلها على فطرة ونقية وسجية وطاعة وقرب من الله، ويكسون حلل الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة.
آمين يا رب العالمين. وفي متعكم الله الصحة والعافية. آمين يا رب. ليلة مشاهدين الكرام إن شاء الله الشيخ فضيل الشيخ مصطفى العدوي أهل الذكر يوميا بليل العاشرة مساء من الأحد حتى الخميس باستثناء ليلة الليلة القادمة ليلة السبت ليلة إن شاء الله تعالى لظروف الشيخ وسفره ربنا يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية. الحلقة الليلة هتكون الثامنة مساء حلقة فضل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلى الذكر إن كنتم لا تعلمون.